المرة الجاية رح أعمل لك جبنة مقلية. سلق إيديكي. بحبها كيف ما كان. والله معك حق. بس إسكي قال أطلب شي جبنة عرفته. بس المرة الجاية حطي مشللة كمان. صباح النور. تفضلي حبيبتي على الفطور يلا. لا شكرا. فطرت الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي؟ ليش حبيبي أنت بتفطري كل أسبوع؟ لا أسبوع إيه أسبوع لا. طب خلص معناتها شاركينا بكاسة شاي على هامش فطورنا. إيه والله كاسة شاي لا بأس. تفضل. لا يو هي كاستك. بدك تشرب شاي؟ أنا ما بشرب شاي مع الفطور. طيب مستوى. أنتم من وين أصلكم بالضبط؟ أنا بالأساس أصولي مكسيكية. مكسيكية؟ إيه. جدي كان عايش بتشيلي، بعدين هاجر على المكسيك ونحن النسل تبعه. ليش شو جابكم من المكسيك لهون؟ الحب. الأمور. لا لا. ايه الحب. جدي كان يآمن بتعدد الزوجات. ليش بالمكسيك كمان في مسلمين؟ لك لا، جدي ديانته بوذية. وشلون زبطت معك هاي ست كريستي؟ ها ها. هاد يا ستي، جدي قرر بلحظة من لحظات صفاء النفس انه يتزوج من كل بلد مرة. من كل بلد؟ ايه من كل بلد. ايه هذا ما صار اسمه تعدد زوجات. عن جد والله. لكن شو صار اسمه؟ هاد اسمه مثلا حشد زوجات، او مثلا جمهرة زوجات. اذا هيك معكن حق. بس ست نوال ليش عم تسأليني من وين اصلي؟ سياسي. وشلون يعني سياسي؟ يعني عم تسايسك. والله ما عم بفهم عليكم. كيف يعني؟ يعني نوع من أنواع الحوار. الحوار؟ ايه وشو دخل الحوار بالسياسة؟ ايه بحياتهم ما بيجتمعوا مع بعض. ما بتزبط. غلطانة كتير. طيب هاتي اشرحي لي اياها. حبيبتي الحوار هو لعبة. ايه. وهو كسب وقت. ايه. الحوار هو تجاهل. وتهميش. واستغباب. طيب هاتوا من الآخر. حبيبتي يعني احنا كل شيء حكينا هو سياسة محضة وناجحة كمان. يعني بفهم من كلامكم انه حوار الحضارات نوع من انواع الاستغباب. تماما. لانه شوفي التناقض، احيانا بيقولوا لك حوار حضارات واحيانا بيقولوا لك صراع حضارات. يعني هو تناقض سلبي. بدكم شيء؟ قاعدين. لا يسلموا، انا فايتة اتناقض مع حالي غرفتي. ما فهمت شيء. كني معلمتي كني. يا رشا لك يا مضروبة يا رشا. تسمع يا رشا المزلول، راح صوتي وانا عم عيط لك، وينك؟ ست رشا عم تسمعيني ولا لا؟ عم عيط لك انا. سامعتك صعتي الحارة. بالله سامعتيني؟ ليش ما عم بتردي؟ بعدين وين ارجيلتي؟ مو من الصبح عم اقول لك اعملي لي ارجيله؟ ما بدي اساويها. كريستين وينها؟ ما بدها ترد. ولك مو من 3 ايام قلت لها تجيب لي صوره عن الهويه وصوره عن اخراج القيد؟ شوفي باختصار نحن عم نتجاهلك ونهمشك ونستغبيكي. ايوه ممكن بهذا البيت كل واحد يعرف حجمه؟ المعنى يعني انت طلعتي ولا نزلتي بتضلي شقفة خدامة، وهديك الست كريستين اللي لا انا هي بتضل شقفة مستأجرة. حبيبتي اللي بده يلعب بالسياسة بده يلعب عليه سياسة مشابهة، ونحن عم نمارس معك تجاهل من نوع خاص. ايوه وليش بقى؟ لانه انت حضرتك ما بيلبق لك لا الفلسفه ولا الفزلكه ولا العمل السياسي. وليش يا بعدي؟ ليش ما بيلبق لي؟ يعني انا شو ناقصني لحتى ما مارس العمل السياسي؟ ناقصك الطموح والدعم النفسي. طيب يعني انا هلا شو بدي ساوي؟ هلا معلمتي انت فيكي تمارسي التناقض بس يعني بعيد من هون. هلا رح ساوي لك احلى ارجيله من عيوني. مالك رأيي شريك؟ هيك صوتك بحياته ما رح ينسمع مع هدول الشفاطات. طيب هدول جيرانك يعني؟ لا
ليش بشغل الشفاطات؟ ضروري؟ انت حتعيش كل عمرك؟ انا بعرف ان الشفاطات في المستشفى. ما ادري ليش. ليش؟ لما في نسوان بيكونوا كتير سمان حبيبي، كتير سمان. بيشفطوا. بيحطوها للمرة السمينة كتير، بيحطوها للمرة السمينة كتير بوش الشفاط، فبيشفطها الشفاط معلم. عارف شلون؟ بيشفطها الشفاط قلب مات. من الآخر. أنا عم قول كيف المرة عم تنحف. عم حاكيك حبيبي، عم حاكيك من الآخر. شعرت إنه الصغير مو منيح، بصير مو منيح على فكرة. بلم الجرادين. أنا مجربها كتير، جربها على شي بلوعة. شو بدك بباكي؟ تتركه شغل سيجارة. قلت لي شفاط ومرة وجرادين وصفيرة، شو عم تضحك علي هلا انت يعني مثلا؟ شريك، انا عم بحكي لك معلومات موثوق منها من الاخر يعني. عم حاكيك من الاخر. انت وين كنت قبل ما تجي لعندي؟ وين؟ انا خلصتها. وين كنت؟ قاعد لك على النت جايب لي كم معلومة وجاي لعندي؟ هلا صراحة يعني. ايه ما بدي سكر، ليكو فيسبوك، طق 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 دخلت على فيسبوك، عملت جوجل سيرش مدري شو. هي الأساس وجبت المعلومة كتير سهلة. على فكرة جوجل كذاب، انت بتجيب معلوماتك من جوجل. انا في عندي سبل تانية، كتير سبل. انا مخلصها حبيبي، انا مخلصها. هات لنشوف شو هي. شو هي مخلصها؟ يعني انت سمعان شي بالمعلومات الطرقية؟ معلم، هاي المعلومات الطرقية كتير مفيدة حبيبي، كتير. يعني انه انت ماشي بالطريق، عارف شلون؟ سمعت واحد عم يحكي قصة، دغري بتجي بتسمع شو القصة وبتدونها حبيبي. أنا عندي هاي الهواية عندي اياها لما كنت صغير، بجمع طوابع وبسمع قصص بكتبها. الله لا يوفقك. أنت اللي عم يدوروا عليه بالشوارع، عم تقل دم على العالم وكل شوي بتوقف معهم يخرب بيتك. أنا مشهور على فكرة. لبو نفس الطاقية وين ما بتروح ما بتجي، نفس نظامي أنت. ما عندي غيرة صراحة يعني، ما عندي غيرة. أنا شعري خفيف شوي. بجامعتك؟ بالجامع؟ بلعبة الطابة؟ مظبوط. أنا بحب يكون عندي طابع، ما عم أقول لك بجمع طوابع؟ إيه. فأنا بحب يكون عندي طابع خاص فيني يعني. عرفت شلون؟ إيه. بحط الطاقية شريك، بكمش الإليجانس طويل حبل إيجا، وبمشي شريك. وين كنت قبل ما تجي لعندي؟ فاتح الانترنت. ايه. وعم نشوف شوية اخبار. اوه اسمع. منتخبنا الوطني لكرة القدم يتأهل لمونديال لكأس العالم. حلو كتير. وشو من شأن معسكرات التدريب والمباريات الودية خصمات عنا؟ يا سيدي اسمع شو كاتبين. قال رح يعملوا معسكرات تدريب ومباريات ودية مع اهم المنتخبات. ويمكن يجيبوا الارجنتين والبرازيل نلعب معهم. قال من شان منتخبنا يكون جاهز لتصفيات كأس العالم. والله شي رواق، بس غريب ما؟ شو الغريب؟ مبارح كانوا عم بيقولوا شو من شان أسعار الفواكه والخضروات ومواد التموين وكذا. وينه مكتوبة عندك انتهي لسه يعني؟ اه.
اسمع، قال سعر الموز نزل من 180 ليرة ل 80 ليرة، والبندورة من 120 ل 30 ليرة، لك والمتة من 210 ل 50 ليرة سورية. لك شو هالحكي؟ الله وكيلك هيك مكتوب. لك لسه امبارح قالوا من المستحيل. مو مهم مو مهم، حاكيني شوف لي شي، في شي مكتوب بخصوص الوظائف والعمل هيك شي؟ لك لك مجريت اليوم مو تاركين شغلة بتهم المواطن إلا كاتبين عنا. اسمع هات لشو قال، في 100,000 فرصة عمل جديدة، وهيك ما بيضل ولا واحد مقدم على فرصة عمل إلا بيتوظف. الله حيو الله حيو. أخي شفت شفت وحياة عينه، بس أصبر شوي بس شوي شوي بس بس شوي ناصير أهم من أوروبا. لك أنا فرحان كتير، بس المشكلة إنه هون عندي بالجريدة. طيب شيلك منا خيو، خليك معي شوي. شو حاكين بخصوص الكهرباء والمي وهي القصاص؟ والله هلا مرقت معي دقيقة. ايه دور لي عليها الله يخليك. ها ليكا، قال المي حتصير مجانا يعني ما بقى ندفع عليها، والكهرباء الله أكبر الله أكبر الكهرباء صار الكيلو بنص السعر. كذب هذا الكلام، لسه مبارح بالجريدة أنا قريت إنه بدهم يرفعوا الأسعار مو مين ينزلوها. إيه والله ليكا، هاي الجريدة لك لا يكون معك جريدة لبنان ولا الأردن ومخربط أنت وعم تقرأ من شي قصة تانية. لا يا حبيبي، هاي الجريدة الوطنية تبعيتنا. لك إيه والله نفس الجريدة بس